ترأس صباح اليوم قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة تجنيز مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل للأنبفام أسقف تما بالكنيسة البطرسية بالعباسية وشارك قداسته في صلاة التجنيز 33 من أحبار الكنيسة من الآباء المطارنة والآباء الأساقفة وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان. حقيقة سيدنا نيافة الأنبفام كان شخصية فريدة جدا، أنا أعرفه من بدري، كنت أنا لسه طالب في الجامعة وكان يجي لنا في كنيستنا في شبرا واتعلمت منه كتير وتتلمست ليه، وكان في علاقة خاصة جدا بيني وبينه. احنا تأثرنا جدا لانتقاله، لكن نثق انه هو بيتمتع بالمجد لانه كان طول عمره عايش بمخافة الله، وكان ينبه على الناس لازم الناس عندها مخافة الله، وهو كان يحيى حياة صلاة وتسبيح دائم ومحبة للكل. يعني كان عامل فعلا زي النسيم الهادي كده في وسط المجمع المقدس وفي وسط برشيته. احنا واثقين ان هو بيتمتع بالمجد، يصلي لنا وربنا يعز شعبه ويختار لهم حد يرعاهم يكمل المسيرة. سيدنا الأنبفام ملاك عاش وسط الناس بمحبة، خدم بأبوة، ربنا تمجد على أيديه وعمر وبنى كنائس كتيرة وفرح بولاده وأسس خدمة، وهو أول أسقف يكون موجود في طيمة بعد المتنيح الأنبا مرقس. في الحقيقه نيافه الأنبفام عاش في حياه القداسه والطهاره والبر، وعاش الفردوس قبل ما ينتقل اليه، فاستحق الفردوس يكون شفيع لينا وشفيع لولاده. ربنا ينيح روحه ويعزي ولاده في كل مكان، احنا بنذكره بكل محبه واحنا ولاده ولنا علاقات طيبه معاه، ولمسنا فيه الابوه الحقيقيه والمحبه الحقيقيه، وكان يحمل صورة المسيح الحي على الأرض وخدم بالمسيح الموجود جوه قلبه، وكان له إيمان عميق جدا وقوي جدا، ومع عمرنا ما شفناه أنه متقدر ولا متضايق إلا أنه دايما فرحان بالمسيح، وربنا يفرحه في السماء ويفرح بالأمجاد اللي تنتظره ربنا نايح روحه. شهدت صلاة الجناز حضور شعبي كبير وعدد من المسؤولين ورجال الدولة وعلى رأسهم الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج وعدد من أعضاء مجلس النواب. أكد قداسة البابا تودروس الثاني خلال عظته أن مثلث الرحمات الأنبفام كان يرعى بحكمة ويكسب كل أحد وله رائحة المسيح الزكية في خدمته، وحمل في نهاية حياته صليب المرض والألم والتعب، ولكن اخترته العناية الإلهية ليسكن إلى جوار الرب. وشكر قداسة البابا في نهاية العظة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج وأعضاء مجلس النواب الحضور وكل المسؤولين. وبعد انتهاء الصلاة تحرك الجثمان وسط دموع الحضور ونظرات الوداع وطلبات الصلاة أمام عرش الله، متوجها إلى إبراشية طمة لتتاح الفرصة لأبنائه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه وحضور صلاة التجنيز غدا الخميس. النهاردة يعني ودعنا أكثر راجل عندنا في المحافظة سوهاج، يعني ده كان محب للكل. عايز أقول إنه هو يعني كان بركة كبيرة قوي لشعب سوهاج وطمة وأبونا هسة وعمر الدير، وعايز اقول له دايما يذكرنا في صلواته. يعني كنا نروح للدير نتعزى انا ومراتي، عايز يذكرنا امام عرش النعمه وكل المرضى اللي كان دايما كان بيخرج شراطين وكان بيعزي وكان ليه كلمات حلوه جدا بتعزي النفوس. يعني كان في ناس كتير راحت الدير وهي مش تايبه، رجعت وتابت بفضل صلوات سيدنا. جدير بالذكر أن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج قد منح أقباط طمة أجازة رسمية غدا الخميس ليتمكنوا من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على أبيهم وأسقفهم مثلث الرحمات نيافة الأنبفاء.